السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله بالخير أوقاتكم. عاجل، الصين تكشف تحليقا عسكريا أمريكيا في سماء أذربيجان لحظة سقوط طائرة رئيسي، وإلى التفاصيل. المحت الصين اليوم الاثنين بوقوف الولايات المتحدة وإسرائيل وراء استهداف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفيقه. ونشرت وسائل إعلام صينية ومنصات تابعة للخارجية الصينية صور أقمار صينية تظهر مغادرة طائرة نقل عسكرية أمريكية لمدار أذربيجان باتجاه إسرائيل، والطائرة من نوع C-17 وهي متخصصة في النقل الثقيل. وتظهر البيانات بأن الطائرة الأمريكية غادرت بعد لحظات قليلة على إعلان اختفاء طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي كانت قد أقلعت من منطقة حدودية بين أذربيجان وإيران عقب افتتاح رسمي لسد مشترك بين البلدين. وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها تحليق لهذه الطائرات في مسار بين أذربيجان وإسرائيل منذ نحو عام وفقا للمصادر ذاتها. طبعا أنا ضللت ليلة أمس أراقب وأترقب ما ستنجم عنه هذه الحادثة، ولكني اضطررت بعدها للنوم وفوجئت عندما صحوت بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه الله يرحمهم قد توفوا نتيجة حادث أليم. طبعا أتوجه بخالص العزاء للشعب والقيادة الإيرانية بهذه الفاجعة، ونسأل الله أن يجنب إيران وشعبها كل شر ومكروه. أحب أن أنوه أن إيران لم تقم إلى الآن بعمل أي تحقيقات لازمة لمعرفة ظروف الحادثة وكيف وقعت، وهل كان سقوط الطائرة ناتج عن استهداف من طرف خارجي أم أنه كان حادثا. وبالنسبة للخبر الذي تلوته عليكم قبل قليل والذي يلمح لضلوع أمريكا في الحادثة، وأن الحادثة تمت بتدبير أمريكي إسرائيلي، فهذا غير مستبعد، ولكن لنترك تحديد المتسبب وما إذا كان الحادث بتدبير من الخارج للأيام، فهي كفيلة بإثبات ذلك، لأنني أعتقد أن إيران بعد أن يتم تشييع رئيسي ورفاقه سوف تجري تحقيقاتها اللازمة لمعرفة أسباب الحادث وكيف وقع وأين تم، وكل بحسب الطرق المتعارف عليها. والذي عنده رأي آخر فلا يبخل بأن يكتب لنا رأيه في التعليقات. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.